لا يمر عام إلا ونجد أنفسنا أمام الخلاف نفسه وحالة الجدل والفتاوى الغريبة والمستهجنة من قطاعات واسعة من المواطنين والمتخصصين ورجال الدين. فما بين البدعة والاستحباب والمقبول والمرفوض لا يتوقف الجدل حول مشروعية الاحتفال بهذه المناسبة. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ماذا نقصد به؟ إذا نقصد به مدرسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والفرحة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وربط الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإرجاع الأمة إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن هذا الأمر لا يختلف فيه اثنان. نحتفل به دائما لأن جدودنا وأمهاتنا يعني نضنا على ذلك. الاحتفال في المولد هو من باب الجائزات وليس من باب العبادات، يعني هو ليست عبادة مقصودة بذاتها. الذي يحرم في هذا أنه من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، أي جلب شيئا للدين وجعله يدخل في أركان الدين وهو ليس منه. ليحتفل ويشعل الشمع ويدير الجاوي يبخر ويفرح، دي ماهيش بدعة، هذه حاجة نفرحوا بالنبي. نحنيو لولادنا، الحنة هذه رانا نحنيو، وتلاوة القرآن والذكر والصلاة والسلام على خير الأنام. نهتموا به لأول الذكرى ونعلموه لولادنا للجيل الصاعد، وكان ما علموش هنا المولد هذا ما يعرفوش. على الجانب المقابل لا يرى آخرون أن الاحتفال بهذه المناسبة بدعة ضالة، كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذه المناسبة ولا الصحابة الكرام. الاحتفال بمولد النبوي الشريف ومن البدع المحدثة التي أحدثها الناس في هذا الزمان هي ليست من السنن التي دعا النبي والصحابة رضي الله عنهم إليها. أنا ديما ضد هذه الأمور هذه، وعمري يعني ما نويت باللي بنحتفل من أجل لأن طاعة لله. وما بين محلل ومحرم يحيي الجزائريون هذه المناسبة بنية خالصة وكلهم حب وإيمان بسيرة نبينا الكريم.